يا شيخ، ماذا أفعل إذا شعرت بغضب الموقف ولم أستطع مسك نفسي؟ طيب، الإنسان منا يغضب لكنه لا يقول إلا حقا، مش مشكلة، الإنسان يغضب لكنه لا يقول إلا حقا، واضح؟ الإنسان يغضب لكنه لا يقول إلا حقا، فهمت؟ لا يخرج من لسانك ولا يخرج على جوارحك شيء، أما في الداخل والله أنا غضبان متضايق أكاد أنفجر. النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال؟ قال: ليس الشديد بالسرعة ولكن الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب. يعني إذا غضب الإنسان يمسك أعصابه، ما يحاول يصدر من لسانه شيء ولا على جوارحه شيء، والحمد لله. واضح؟ واضح إن شاء الله. هكذا.